وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم أظلمنا اللهم أذقنا حلاوة عفوك وبرد مغفرتك يا رب العالمين واغفر لنا بالباقيات الصالحات أجمعين بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تخرج صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره وشرحت صدره وأعطيته فوق ما يتمنى. اللهم من كان منا له سبل نسألك اللهم أن تقضي لكل واحد منا سبله ونسألك أن تعافي جميع مرضى المسلمين يا رب ما علمنا منهم وما لم نعلم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إننا جلسنا في بيتك بذنوبنا ومشاكلنا وهمومنا عرضناها عليك فاللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب وحول أحوالنا إلى أفضل الأحوال يا رب. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش آمين ولا تجعل حظنا من القيام التعب والسفر أنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب وفي ذلك فليتنافس فالمتنافسون كلام الملك مسابقة يا أحباب جعلها ربي قال الله رب العالمين وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الله أكبر صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأخيار مرة يقول سابقوا ومرة يقول سارعوا صلي على رسول الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والآية في سورة الحديد يقول مولانا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض صلى على رسول الله كعرض السماء والأرض. الله أكبر. هذه هي الجنان التي أعدها الله رب العالمين لمن أسهر ليله وأظمأ نهاره. نسأل الله أن نكون من هذا الصنف يا رب العالمين. صليت على رسول الله أحبابي. نعم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تنافسا على الخير صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا أحبابي إخواني في الله ما من أمر عاجل ولا آجل في أمور الدنيا والدين فيه خير إلا وتجد النبي محمد قائده صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أمور الحياة. إياك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته صلى الله عليه وسلم أو يجلس في المسجد معلما للناس ثم ينصرف. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم متنافسا على قضاء حوائج الناس لما ولا وهو قد قال صلى الله عليه وآله صلى على رسول الله صلى على رسول الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. جميل أحمد لا غالب بصبر وخصوش عليه صلى الله عليه وسلم على رسول الله. نعم يا أحباب إخواني في الله كان صلى الله عليه وسلم لما ولا وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس عاشق إبراهيم أنفعهم للناس. والله العظيم حديث يكتب بماء العين أغلى ماء ماء الإيه؟ ولا ماء الذهب ولا ماء العيون ولا الذهب الشربة بتاع الشيخ صلى على رسول الله صلى على رسول الله. اللهم ارزقنا رحمة آمين ولحمة صليت على رسول الله وواحد دم من هبط خلينا نشتغل باللحمة صليت على رسول الله أحبابي إخواني. نعم أيها الأخيار خير الناس أنفعهم. ها هو رمضان وهي المسابقة قد أعلنها ربي تبارك وتعالى. اليوم كان رمضان 11 طيب يعني ليلة 12 صليت مع سيدنا رسول الله. المسابقة أحباب إخواني في التنافس في الخير. تعال ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل المنافسة منهج حياة صلى الله عليه وسلم. أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قصص مشهورة جدا ولكن ليست للتسلية وليست للقيل والقال ولا أيها الأحباب للتمصمص بالألسنة. لا 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 إنما هو منهج حياة. صليت مع سيدنا رسول الله. اسمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يعمل أبو بكر الصديق يا أحباب إخواني؟ حد يعرف كان يشتغل إيه؟ كان يشتغل إيه؟ تاجر. سبحان الله. أما تعرفون أبا بكر؟ تاجر من أكبر تجار مكة من أغنى أغنياء مكة بل والله ربما من أغنى أغنياء الأرض كان. قيل كان عنده من الذهب ما يقطع بالفأس. عايزك تتخيل دي؟ كان عنده من الذهب ما يقطع بالفأس يعني كان عنده حتى ذهب خاص ذهب خالي
يقطع. حتى الذي كان يغفر عليه كان يعطي له بالايه؟ كما نقول نحن كده بالكيلة. ذهب رضي الله عنه وارضاه. حديث يا احبابي اخواني في الله سمعناه كثير، بس انا مش عارف السند بتاعه يعني، انما هو مكتوب في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور طه طه عفيف. صليت على رسول الله يا احبابي اخواني، حينما سال النبي الصحابه وقال له ماذا تحبون من الدنيا؟ قال لابي بكر يا ابا بكر ماذا تحب من الدنيا؟ قال ثلاثة. صليت على رسول الله قال ثلاثة. تعال شوف ابو بكر بيحب ايه؟ صليت على رسول الله اللحم والفته والشوربه شيء دي. صليت على رسول الله تعالى احسن. صليت على رسول الله قال احب الثلاث. قال الاولى النظر اليه. النظر الى من؟ غالي حبيبي لك تبص على النبي. فوالله نعظم جلال النبي. لو قلت لواحد منكم كم تدفع النهاردة تشوف النبي في المنام؟ بالله عليكم كم تدفع؟ كل اللي معايا المرة ولا ايه؟ شوفوا النهاردة في المنام بس لحظات وتتمكن من صفحة وجه النبي. يا احبابي اخواني في الله، عمرو بن العاص يقول منذ أن أسلمت والله ما كنت أحد النظر. يعني أدقق كده أبص كده، ما كنت أحد النظر في وجه رسول الله حياء منه. ابن مسعود يقول جلست ذات يوم في ليلة مغمرة كاملة فنظرت إلى البدر فقلت سبحان الله ما أحلاه، سبحان الله انظر إلى القمر وهو جميل. فيقول فعدت ببصري إلى وجه النبي كان جالس معنا، يقول أقسم بالله ابن مسعود لقد وجدت نور وجه النبي أشد من نور البدر. صليت على رسول الله والله ما تنفع. صليت على رسول الله أحبابي. نعم أيها الأحباب اسمع، الله أكبر. قال النظر إليه، الثانية الجلوس بين يديه، الثالثة إنفاق مالي عليك. يعني إيه عليك؟ يعني يديله يأكل ويشرب؟ لا، على دعوتك، على الدعوة. حتى حينما هاجر النبي إذا بأبي بكر يأتي بجوار كبير جدا فيجمع فيه الذهب والفضة والدنانير ويهاجر بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت على سيدنا النبي. أبو بكر كان عافكاً ومع ذلك كان أنفس الناس وأعلى الناس. صليت على رسول الله. ومن أشد الناس تنافسا رضي الله. أنفس الناس يعني من أغلى الناس وأعلى الناس وأشد الناس تنافسا على موضوع الخير. يا أحبابي إخواني في الله، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صليت على رسول الله أحبابي إخواني. نعم، قيل أنه يا أحبابي إخواني كانت عنده مهمة وهو تاجر كبير ملياردير من العيار الثقيل الذي كما يقال، ليس من أصحاب الملايين، لا ملياردير يعني أعلى من أصحاب المليارات. ومع ذلك كان يطوف على الحي من الفجر، صليت على رسول الله، إلى قرب الظهر وهو يلف على بيوت الحي يحلب لهم الشياء، يطرق كل باب يقول له لو سمحت دخلني الزريبة أكرمكم الله عشان أحلب لك الإيه؟ الشاة لو سمحت بعد إذنك. يعني لأصحاب الحاجات الناس اللي ما عندهمش إيه؟ طاقة أو ما عندهمش خادم أو كذا، كان هو يخش وأكرمكم الله يحلب الجاموسة أو يحلب البقرة أو يحلب النعجة. صليت على رسول الله أحباب إخواني. فكان معتاد أن يروح لإيه؟ لامرأة عجوز في آخر المدينة، وكان يسير على قدمي. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل يا أحباب إخواني في الله. نعم، فذهب إلى هذه المرأة يوميا رايح جاي، ثم مات النبي فتولى هو الإيه؟ الخلافة، مش رئاسة الجمهورية، مش مصر ولا السعودية، لا ده خلافة، يعني خليفة لرسول الله
على مشرقي الأرض ومغربيها، على جميع الحدود. صليت على رسول الله أحباب إخواني، وقد وصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ربما إلى ثلثي الكرة الأرضية، وصلت إلى الروم، وصلت إلى فارس، وصلت إلى مصر، صليت على رسول الله، وصلت يا أحباب إخواني في الله إلى البحرين، وصلت إلى اليمن، الحبشة، صليت على رسول الله أحباب إخواني، إلى أكثر من ثلثي الأرض، إلى أعظم دولتين في التاريخ أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهم مين؟ الفرس والروم. هو كان أمير، كان خليفة لرسول الله. أول ما تولى الخلافة، هذه المرأة في الصباح تنتظر، فابنتها صغيرة بعد صلاة الفجر قالت: يا أمه، متى يأتي حالب الشاب؟ من يأتي؟ متى يأتي حالب الشاب؟ اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. البنت ما كانت حتى تعرف اسمه. فحينما تولى الخلافة ونادوا في المساجد أن خليفة المسلمين هو أبي بكر الصديق، فعلمت الأم أن أبا بكر تولى ليه؟ فابنتها بتقول لها: يا أمه، متى يأتي حالب الشاه؟ فبكت الأم وقالت: أين نحن وحالب الشاه يا ابنتي؟ لقد أصبح خليفة لأمة النبي محمد، أين نحن وأين هو؟ بل ربما ما يعرفنا ولا نعرفه، ربما قد نسينا يا بنيتي. وما هي تتحدث مع ابنتها إلا وقارف يطرق الباب بعد الفجر. فتفتح البنت الباب فإذا بها تصرخ بأعلى صوتها: أمه، لقد وصل حالب الشام. فبكت الأم وجلست على الأرض ووضعت رأسها عند رجليها وهي تقول بلسان الحال: رجال رباهم النبي محمد. صليت على سيدنا رسول الله. نعم أيها الأحباب، فرمضان جاء ليعلمنا التنافس. فأنتم تعلمون أن أحوال الناس يا أحباب إخواني في الله فضل الله رب العالمين معروفة عند الناس. من استطاع منكم حينما يشتري لأولاده ملابس يشتري كمان واحدة زيادة، يشتري حاجة زيادة، تيشيرت وبنطلون، تيشيرت وبنطلون، ونرسلهم هنا إن شاء الله. وممكن إحنا خمسة ستة على قائدنا وأميرنا الشيخ إبراهيم إن شاء الله، بس أميرنا اللي هتطلع ويتحبس الشيخ إبراهيم. جميل يا أحباب إخواني، جميل شيخنا الشيخ إبراهيم، ونعرف الناس ونصلهم إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأشياء. والله مفقود يا ناس، والله العظيم أعلم من الناس، والله ما عندهم شيء، والله ما عندهم شيء. ربما لا أقول لكم طعام، الطعام الحمد لله كل يوم، كل بيجيب فول كل يوم، ولكن نفس ابنه يلبس، وكذلك في مدارس كيا، في مصاريف مدارس، وأوشكنا أحباب إخواني في الله، فمن عنده زكاة مال يلا طلق، مستني ممكن يموت في العشر الأواخر إن شاء الله. مش ممكن ومش ممكن؟ إن شاء الله. إن شاء الله، بس ما تطلبوش مني، صليت على رسول الله أحباب إخواني، طلع وتقول أصل في بعض الناس يقول لك لا طلعها في العشر الأواخر، لا يا حبيبي. لكلما بادرت هو الأفضل، والله لو بادرت لهو أفضل من أن تخرجها في يوم عرفة. نعم، لما يا أحباب إخواني؟ لأن النبي قال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله على، واخد بالك شيخ إبراهيم؟ نعم، على أخيك المسلم بفضل الله رب العالمين، على قدر استطاعتك، خذ البنطال والبنطلون وروح أنت البيت اللي تعرفه. هذا واجب علينا، لأننا بأمر الله تبارك وتعالى إن شاء الله ما تبقى مع حضراتكم إن شاء الله، وأخوكم العبد الضعيف بين أيديكم إن شاء الله إلى حوالي سبعة أيام، ثم نراكم إن شاء الله بعد رمضان بأمر الله تبارك وتعالى، لأن احنا عندنا اعتكاف في مسجد الشهير إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. فعشان كده الأيام اللي جاية دايما حذكر بالموضوع ده إن شاء الله رب العالمين، حتى يأتي يوم 20 إن شاء الله ونراكم على بعيد بأمر الله تبارك وتعالى. فبادروا أيها الأحباب وتنافسوا، فقال ربي تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم يا أحبابي، انظر ماذا جاء بعدها، إيه بعدها شرع محمد؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف يا أخي الكلمة اللي جاية بعدها: ومزاجه من تسنيم. بعد المنافسة مزاج، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها
المقربون. أسأل الله أن تكون لنا صدق إن شاء الله. آمين. إحنا سألنا أولادنا امبارح عن موضوع سورة الليل المرسلات. الأولاد حافظين إن شاء الله كلهم بفضل الله. كم واحد حافظ؟ وهو في مكانه شيء. ها؟ شيء. كم واحد؟ أنت بابا؟ في حد ثاني؟ ما فين الأولاد الصغار امبارح والضيف؟ أنت بترفع يدك مرة؟ طب أنا يعني كم واحد؟ واحد اثنين الأولاني دي استثناء بعد إذنك الشيخ. بس تصلى على رسول الله. طبعا احنا عشان نسمع للجميع ونقعد معاهم بفضل الله تبارك وتعالى. عايزين أسبوع. شايف اللي احنا أنا قصدت الموضوع ده لموضوع القرآن. سامحني في اللفظ اللي جاي. لأعري نفسي ونفسي أمام أولادي. انظروا امبارح عشان جوجل كذا فكله كان يأتي. صح ولا غلط؟ حق. أولادكم أمانة. أولادكم أمانة. أقسم بالله لو حفظت ولدك القرآن أقسم بالله لهو أفضل من رئيس جمهورية. أقسم بالله لهو خليفة يسير بالقرآن على الأرض. والله إنه لأخذ توكيلا من رسول الله. والله لهو أعلى الناس. دائما أقول له يا شيخ إبراهيم ليس الموضوع قياس الناس بالمال ولا بالمناصب. لا والله. والله العظيم في ناس ما تسوي الفلس ولا القرش ابدا يا احباب وعندها مليارات وفي ناس ربما لا تجد في جيبه ربع جنيه ولكنه مكرم عند الناس فهم كام شاب من اولاد هذول احباب اخواني قلنا كم واحد؟ ثلاثة؟ في واحد كان هنا صح؟ أربعة ولا ثلاثة؟ أنت و أنت وعليك وأنت حافظ؟ طب في واحد ثاني هنا في ثاني؟ في الولد؟ طيب ثلاثة يعني؟ حافظ ولا شاغل في نفسه ولا ايه؟ امال مشي ليه؟ ثلاثة؟ طيب الشيخ ابراهيم هيسمع لهم. ها؟ الشيخ ابراهيم مش لازم الصلاة كلها يا شيخ طلعت ممكن ارجع ورا شوية ارجع ورا شوية طيب يكملوا من بعض يعني انا لا عندي اقتراح اكثر من ذلك انا عندي ان احنا نكافئ الاربعة هي لك شيخ ابراهيم صح كده؟ شيخ ابراهيم الفلس على كل شيء صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عايز يكافئ واحد منهم ان شاء الله وخلي بالك بصدقه جاريه برضه صليتم على رسول الله 10 جنيه لانك ذبحتها في القران ان شاء الله رب العالمين فاحنا هنكافئ الايه؟ 30 جنيه طيب و10 عندنا يا ابو الخير اخونا صفوت خلاص و10 مننا خلاص 10 مننا خلاص 10 مننا خلاص خلاص مننا خلاص 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 جزاكم الله خيرا احبابي اخواني كلنا باذن الله تبارك وتعالى. اضطر يا جماعه ان شاء الله رب العالمين. نقول صوت يا شيخ ابراهيم. دي الفلوس بس يا شيخ. ها؟ سورة الانسان. جميل احبابي اخواني كلنا جزاكم الله خيرا باذن الله. انت مش حافظ؟ مين حافظ مكان؟ ها؟ عنده ضمير. يبقى يستاهل خمسة. خلاص. خذ يا عم خذ يا 10 جنيه وهات 10 ثانيه. جزاكم الله خيرا يا احبابي اخواني في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.